والله انا ما عارفاش اقول لك ايه. في نفسيتك الحلوه وقلبك الطيب ده، بس اطمني عشان اكثر واحده خايفه عليه لما اقول لك انه ان شاء الله هيفوق ويرجع على العال. روحي وانا الصبح حاجه طمني. بعد اذنك اسيبكم لوحدكم. تفضل. ايه اللي اخرك كده يا استاذ رفعت؟ اتاخرت ولا حاجه، يا دوب مسافه السكه، اول ما جاني غريب جيت. طب انت قريت المحضر؟ قريته، كلام في الهوا. امال اللي سمته ايه البهدله دي؟ لا بهدله ولا حاجه، سعادتك قاعد معزز مقرب. ديك بتضلين. معلش، مستحمل لحد الصبح، تتعرض على النيابه. بإذن الله كل حاجة هتبقى تمام. بقول لك إيه؟ الواد حالته إيه دلوقتي؟ بيقولوا زي ما هو، لكن إحنا مالنا؟ صالحنا إيه، حي ولا ميت؟ ها، تقولي بقى أي حاجة تانية سعادتك؟ كتر خيرك يا متر، خد غريب في سكتك. غريب! أفندي بجنابك. روح مع المتر. ما تنساش بكرة الصبح تاجيني. لا أنا قاعد مع جنابك. اسمع الكلام. أوه طب الوقت لها عاد ما تنساش. اللي ليه نفس. بقول لك تروح للعمدة تبلغه عشان ما يستنانيش. حاضر جنابك. يلا. روح أنت ما تقلقش، المطرعك هنا. روح. ده العشب برضه حرصون. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. عدم المؤاخذة ساعات تلقيه اللي ما يعرف يجهلك. أنت كنت عم تعمل إيه؟ انت عبد المامور بتنفذ الاوامر وبس. الحمد لله ان سعادتك مقدر، والحمد لله ان المامور بتاعنا وعلي سعادتك وجنبك هالنومه مع الوغش دول. الحمد لله. اللي ما تعرفوش ان المامور بتاعنا رغم انه ذكر لكن يعرف الاصول. بارك الله فيه. تدخل بيه؟ لا انا مشيش بس. شيش؟ لا دي وعره دولي. كان وصل. اقول لك ان كان ولا بد كوبايه شاي. دي بسيطه قوي وهجيبها لك بنفسي. اهون يا جنابك. يا دي الفضايح يا ناس. السلام عليكم يا علم بيه. ما عايزنا نرجع زي زمان. ما اتصلش بينا يعني ولا كاننا على باله. قول للزمان ارجع. عشان نستعد للفرح. وهات قلب دب ولا حب. هو مش قرب يا حربي؟ المفروض انه قرب. الله، مش غريبة دي؟ غريبة الا اذا كان الفرح اتلغى من اساسه. طب حتى لو كان اتلغى برضو كان يتكلم. يتكلم؟ هيتكلم في حالة زي دي يقول ايه؟ يعني هو اتلغى؟ انا ايش عرفني؟ انا بقول يعني ممكن تكون عارف حاجة. اعرف منين يا وليه خرفانة وانا قاعد معاك هنا؟ يعني يكون كلمك يعني. يكلمني؟ لا يا اختي، انا اخر واحد يكلمه في الدنيا. طب يكون زعلان مننا؟ وايه اللي يزعله مننا؟ المفروض انه ينبسط مننا عشان احنا ما خبيناش عليه حاجه، مش يزعل مننا؟ لا، يمكن تكون هدى قالت له على اللي حكته لها عنه. وهي لو هدى قالت له كان سكت كده ولا قطع خمس؟ بس ايه طيب؟ ايه اللي حصل؟ وانت شاغله بالك ليه باللي حصل؟ ما اللي يتجوز يتجوز واللي يفركش يفركش. خليكي في مصيبتك انت. يو مش نعرف. بكره هنعرف. وقال يا خبر بفلوس. يا قلبك يا اخي. طب بقول لك ايه يا ابني، بذمتك يعني لو انت اللي بتتجوزي كان انشغل عليكي قوي كده؟ بتجوز؟ لقيتك ايه يا حربي؟ طب قوم يلا، قوم خش نام يلا عشان اكمل حل الكلمات.